أسدلت سامسونج الستارة عن هاتفها المطوي الجديد زد فليب 4، الجيل الثالث من أحد أكثر هواتف سامسونج إثارة وأناقة. دعونا نتعرف عليه أكثر. مراجعة سريعة. شكل الهاتف يشبه كثيرا إصدار الجيل السابق. الشاشة تستحوذ على الواجهة الأمامية بشكل كلي تقريبا بحواف نحيفة، مع وجود ثقب أعلى المنتصف يحتوي الكاميرا الأمامية. أما الظهر فيأتي من الزجاج المتين من نوع غوريلا جلاس فيكتوس بلس، مع مفصلة نحيفة تربط بين الجزئين المطويين عموديا. إطار الهاتف من الألومنيوم القوي من سامسونج أرمور ألومنيوم. النصف العلوي يحمل كاميرتين أعلى اليسار، وهناك شاشة ثانوية بتصميم جذاب تعرض الساعة والتاريخ والإشعارات وغيرها من المعلومات. يدعم الهاتف مقاومة الماء بمعيار IPX8 كما في الجيل السابق. على يمين الهاتف نجد زر الطاقة مدمجا بمستشعر البصمة مع أزرار خفض ورفع الصوت، وعلى اليسار مدخل تركيب شريحة الاتصال. في الأسفل مخرج الصوت ومدخل USB من نوع C مع مايكروفون. أبعاد الجهاز في وضع الهاتف وهو مفتوح كالتالي: الطول 16.52 سنتيمتر، والعرض 7.19 سنتيمتر، والسماكة 6.9 ملم، وعند طيه يتقلص الطول ل 8.49 سنتيمتر، والسماكة تتضاعف ل 15.9 ملم حتى 17.1 ملم عند المفصلة. يزن الهاتف 187 جراما، وهذا يعتبر وزنا خفيفا بالنسبة لحجمه، ويجعله سهل الحمل والاستخدام، ويقدم تجربة ممتعة ومريحة. وإذا أردنا أن نتحدث عن أكثر الأشياء الممتعة في الهاتف، فهنا تظهر الشاشة. الشاشة الأساسية جاءت مطوية بلوحة Dynamic AMOLED 2X مشبعة الألوان، حجمها 6.7 إنش كما في الجيل السابق بتصميم Infinity O، دقتها Full HD Plus، وتدعم معدل تحديث متغير بين 1 هرتز ويصل ل 120 هرتز من أجل منح تجربة استخدام سلسة وتوفير الطاقة بنفس الوقت. أما الشاشة الخلفية الصغيرة فجاءت بحجم 1.9 إنش بسرعة تحديث 60 هرتز. هذه المواصفات تجعل الشاشة مميزة وقادرة على تقديم تجربة استثنائية خاصة مع ميزة الطي. من حيث الأداء، يحتوي الهاتف معالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول، أقوى وأحدث معالجات كوالكوم في السوق، وثماني نواة مصنع بدقة 4 نانومتر بسرعة قصوى 3.2 جيجا هرتز. سعة ذاكرة الرام 8 جيجا بايت من نوع LPDDR5، وهناك ثلاثة خيارات لذاكرة التخزين: 128 و256 و512 جيجا بايت. ولا يدعم الهاتف تركيب شريحة تخزين خارجية. المعالج الجديد يعد بأداء قوي للهاتف سواء للاستخدام العادي أو الثقيل أو حتى الألعاب. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 مع واجهة سامسونج One UI 4.1 مع دعم وضعية فليكس مود التي تسمح باستخدام الهاتف وهو مطوي بزاوية 90 درجة. يسمح الهاتف بتركيب شريحتي اتصال، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G. ومن حيث الصوت يقدم الهاتف سماعات ستيريو مع تقنية دولبي أتموس، ولكن لا يوجد مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية. ناتي للتصوير، جاء تشكيلة الكاميرات ثنائية من الخلف وهي مطابقة تقريبا للجيل السابق. العدسة الأساسية بدقة 12 ميجا بيكسل مع مثبت بصري. العدسة الثانية فائقة اتساع الترا وايد بدقة 12 ميجا بيكسل أيضا للتصوير بزاوية واسعة 123 درجة. تقدم الكاميرات تجربة جيدة بالتقاط صور بمساعدة تقنية دوال بيكسل. طورت سامسونج أيضا نمط التصوير الليلي. هناك أيضا ميزة فليكس كام التي تسمح بالتقاط صور من وضعيات الطي بمختلف الزوايا. تستطيع الكاميرا الأساسية تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بتردد 60 إطارا في الثانية. الكاميرا الأمامية تلتقط صور سيلفي جيدة بدقة 10 ميجا بيكسل، وتدعم تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K. البطارية جاءت بحجم 3700 ملي أمبير مقسمة على وحدتين، وأكبر من بطارية الجيل السابق التي جاءت بحجم 3300 ملي أمبير، وهذا ما يعد بصمود الهاتف لساعات أطول. زادت سامسونج أيضا سرعة الشحن لتصبح 25 واط بدل 15 واط، يمكن من خلاله شحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة. ستوفر جالاكسي زد فليب 4 بألوان البنفسجي والجرافيت والأزرق والذهبي، وهناك نسخة بسبوك إديشن لتخصيص ألوان أجزاء الهاتف. سعر الهاتف يبدأ من $1000 وسيتوفر قريبا في الأسواق. ما رأيكم بالهاتف؟ وهل ترون الهواتف المطوية نضجت بما يكفي؟ اكتبوا لنا في التعليقات.